أخبار اليوم. مع إجابة السؤال الرابع، الفقرة الأولى بتقول من الشكل المقابل واضح. أبص على الشكل، طبعا كلنا عارفينه هو الفقرة العظمية. طيب نشوف إيه المطلوب ونجاوب بالتحديد اللي هو عايزه في السؤال. عايز رقم واسم النتوءات التي تتصل بالضلوع. لو بصيت على الرسم هلاقي رقم 3 النتوءان المستعرضان هي النتوءات التي تتصل بالضلوع. يبقى أنا هكتب الرقم 3 والاسم نتوء مستعرض. 2 رقم واسم موضع الحبل الشوكي. الحبل الشوكي موجود في موضع هو رقم 2 وهي عبارة عن القناة العصبية. 3 ما الفرق بين الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة للعمود الفقري؟ ليش علاقة هنا بالرسم، لكن دي استدعاء المعلومات من الذاكرة. ما الفرق بين الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة؟ الفقرة الأولى هي فقرة عنقية، بينما الفقرة الأخيرة هي فقرة عصعصية. الفقرة الأولى متوسطة الحجم، بينما الفقرة الأخيرة ضامرة أو صغيرة جدا. الفقرة الأولى متمفصلة، بينما الفقرة الأخيرة فقرة ملتحمة. يبقى أنا قارنت ما بين الفقرتين من حيث موضع ومكان كل فقرة وحجم الفقرة وتمفصل الفقرة. الفقرة الثانية فسر ما يلي. 1 أهمية الحركة الدائبة للسيتوبلازم. هذه الحركة والتي تجعل السيتوبلازم يدور في اتجاه واحد حول النواة، يعمل على نقل المواد من منطقة في الخلية إلى مناطق أخرى في نفس الخلية. 2 أهمية أشباه الجذور في النبات المشيجي للفجير. أشباه الجذور تعمل على امتصاص الماء والأملاح من ماء التربة، وبذلك يتمكن النبات المشيجي من القيام بعملية البناء الضوئي وتجهيز غذائه. في العبارة الثالثة أهمية الفصل أمامي الغدة النخامية في تنظيم دورة الطمث. نحن نعلم أن الفصل أمامي الغدة النخامية يفرز نوعين من الهرمونات، هرمون FSH، هذا الهرمون يفرز بعد انتهاء فترة الطمث ويعمل على تنبيه المبيض نحو انضاج البويضة في حويصلة جراف. أيضا في هرمون بيفرزه الفصل الأمامي الغدة النخامية وهو هرمون LH، وهذا الهرمون يفرز عادة في اليوم 14 من بدء الطمث مسببا التبويض، أي خروج البويضة من حويصلة جراف وتكوين الجسم الأصفر. 4 ينتج عن العبور تغير في الصفات الوراثية ولكن بنسب محددة. يرجع هذه النسب الصغيرة أو الدقيقة إلى تقارب الجينات على الصبغي، وتوجد علاقة طردية بين المسافة بين الجينات على الصبغي وبين حدوث أو نسب حدوث العبور. فكلما كانت المسافة صغيرة كلما كان نسب العبور قليلة وبنسبة محدودة. 5 لا تحتاج كثير من الأنماط الوراثية إلى إجراء تلقيح اختباري. في بعض الأنماط الوراثية لا تحتاج إلى تلقيح اختباري عندما يدل طرزها الجيني على طرزها المظهري، أو الطرز المظهري يدل على الطرز الجيني. فلما أجي أقول مثلا الصفة المتنحية في حالة السيادة التامة، طرزها المظهري يدل على طرزها الجيني. وأيضا في حالات انعدام السيادة الطرز المظهري يدل على الطرز الجيني. وأيضا في حالات الصفات المرتبطة بالجنس في الثدييات في الذكور الطرز المظهري يدل على طرز جيني، لأن لكل طرز مظهري طرز جيني واحد فقط، فلا توجد احتمالات أخرى. الفقرة جيم رقم 1 ليس كل تجدد يعتبر تكاثر. وضح ذلك مع ذكر مثال في كل حالة. التجدد ليس يحقق عادة هدف التكاثر، ولكنه في بعض الحالات يحقق غرض تكوين أعضاء جديدة عندما يفقد عضو. هذا في البرمائيات على سبيل المثال، أو في نجم البحر إذا قطع منه جزء يمكن أن يعوض مكانه جزء آخر. أما في الإنسان
فيصبح التجدد على مستوى الخلايا وليس على مستوى الأعضاء، فيكون خلايا جديدة بدلا من الخلايا التالفة. ولكن في بعض الحالات يمكن أن يحقق التجدد تكاثرا، كما في حال دودة البلاناريا والهيدرا ونجم البحر، يمكن أن ينتج عنها أفرادا جديدة. في الفقرة الثانية، ما سبب موت النباتات الحولية بعد تكوين البذور والثمار؟ النباتات الحولية بعد تكوين البذور والثمار بيقل فيها كمية الغذاء المدخر بشكل كبير جدا، فتبدأ في اصفرار الأوراق وتذبل وتموت، بالإضافة أنها تفرز أوكسينات. هذه الأوكسينات تعمل على تثبيط النمو وتوقف الحياة بالنسبة لهذا النبات، فتموت النباتات ويبدأ زراعتها في الموسم التالي.